مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. هذا اليوم في حلقتنا راح وطبعا بوثائق خاصة بقناة التغيير وتحديدا برنامج هاشتاج بالعراقي، راح يكون عندنا اليوم وثائق تشير إلى تلوث مياه محافظة ذي قار، وبناء على الشكوى المقدمة من بعض الأهالي وأيضا كانت مقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقرر تشكيل لجنة، وهذه اللجنة ذهبت إلى محافظة ذي قار وجابت نماذج من هذا المي اللي موجود في هذه المحافظة. طبعا بالمناسبة قبل ما ندخل في خضم الوثائق اللي موجودة عندنا، فقط أذكر إلى أنه بناء على بعض الخبراء المختصين في هذا المجال، البعض يشير إلى أنه محافظة ذي قار ستكون بعد البصرة في كارثة بيئية محتملة. خلينا نتابع المي والعينة اللي كانت لمحافظة ذي قار. طبعا هذا كان نموذج، بس وقفنا يا زميل المخرج، مكتوب مياه الناصرية. ممكن خلي يشوفون المشاهدين على الشاشة مباشرة، مكتوب مياه الناصرية، وهذا كان النموذج اللي تم جلبه طبعا من خلال عينة موجودة في الجهات الرسمية. طيب خلينا بداية طبعا أتحدث عن الوثائق اللي كانت موجودة. كان هناك تشكيل لجنة، هذه اللجنة طبعا كانت بعضوية مجموعة من الأشخاص، هذه عضوية كانت السيد عبد الحسن ماشاف مشاور قانوني الأمانة العامة مجلس الوزراء، وعماد سجاد مظفر طبعا السيد مهندس الأمانة العامة مجلس الوزراء دار الإدارية والشؤون الفنية، سيد يوسف عادل جعفر رئيس الملاحظين غرفة عمليات الأمانة العامة. هسه راح أحكيكم طبعا عن أبرز ما حدث في هذه اللجنة، لكن بداية بعد أن تم جلب هذه العينة صدر مجموعة طبعا من التقارير وكانت هنالك من وصولات خاصة بها. نتابع أول الوثائق اللي موجودة عندنا، واللي هي طبعا مكتوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإدارة الدائرة الإدارية والمالية الشؤون الفنية شعب التحليل RO عينة خارجية محافظة ذي قار منطقة ناحية سيد دخيل، سلمت بيد المهندس عماد سجاد مظفر اللي موجود طبعا بعد شوية راح نشوفه احنا باللجان. شوف اللي بعدها، طبعا العينة هي عينة خارجية تاريخها يوم 18/9/2018، وطبعا كانت هي عينة خارجية محافظ ذي قار منطقة ناحية سيد دخيل بيد المهندس سيد عماد سجاد مظفر. وهاي هنا طبعا عندنا يعني الحقيقة مجموعة الرموز الخاصة ب الأعمال أو خلينا نسميها النسب اللي موجودة في هذه المياه. خلينا بس نشوفها على هنا زي المخرج. طبعا هنا لا قبلها. طيب هسه هذه طبعا التي دي اس اللي هو المواد الصلبة الذائبة في الماء، والمفروض أن لا تتجاوز تقريبا حوالي 500 إلى 1000، هي طالعة 1252. عندنا التي يو ار وهو طبعا العكورة التي تسمى طبعا عكورة الماء، ومن المفروض أن ما تزيد عن 5 لكنها طالعة 40، معناها النسب عالية. وأيضا عندنا البي اتش واللي هو الحموضة والقاعدية وقد تكون نسب متقاربة، وعندنا أيضا سي او ان اللي طبعا هو موصولية الماء للكهرباء والتي تعتبر عالية جدا والتي تعتمد على الدي اس عفوا تي دي اس. فإذا كل التحاليل حول هذا الموضوع تشير إلى أنه هذه الحقيقة المياه اللي تم استحصالها من محافظة ذي قار هي طبعا مياه يعني غير صالحة للاستعمال أو البشر، يعني حتى ما أبالغ بالموضوع، وإن شاء الله حيكون طبعا مجموعة من الضيوف يعني. خلينا نشوف اللي بعدها. البعدها طبعا لا خلينا نشوف اللي بعدها، هذه ممكن إذا تسمح لنا زي المخرج اللي بعد هذه. طبعا هنا عندنا الموضوع تلوث المياه،
ومثل ما نلاحظ طبعا مكتوب مجلس الوزراء غرفة العمليات، إشارة التي وجهها كتابكم التوجيه السيد الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم من أصل المذكرة المرقمة هلقد في تاريخ 12/9، تم تكليفنا بتنفيذ زيارة ميدانية وإعداد تقرير المعالجة. وهنا طبعا السيد عبد الحسن وأيضا السيد عماد السيد المهندس وأيضا السيد يوسف، قام الوفد مثل ما نشوف طبعا بالمشار إليه بالإجراءات زيارة ميدانية للمحافظة في قار في تمام الساعة 10 صباحا، تم اللقاء مع السيد المحافظ يحيى محمد باقر، وطبعا للاستفسار، وهذه تعتبر من الأشياء راح يجاوبون عليها إن شاء الله مجلس المحافظة، طبعا للاستفسار عن مبلغ 89 مليار دينار والأسباب الخاصة بالمتطلبات الخاصة بقضاء سيد دخيل وناحية البطحاء ضمن خطة العمل، حيث بينت أنه هذه المبالغ لاستكمال مشاريع منفذة من قبل الوزارات الأخرى، وأن التخصيص كان إلى الوزارات التي لديها أو نفذت وليس إلى المحافظ مباشرة. في تمام الساعة 12 ظهرا طبعا تم عقد اجتماع مع السادة المدرجة أسماءهم أدناها، المهندس محمد هاشم صالح مدير المجاري، سيد أحمد طالب مدير ماذي قار، سيد المهندس أدنان خلف رحم مدير ما سيد دخيل، المهندس صلاح فيصل جاسم. اللي بعدها أو اللي قبلها، اللي قبلها نشوف، لا اللي قبلها أي هذه طبعا عندنا، لا بعد مو هذه وثيقة أخوان، شوف اللي بعد. طبعا بالمناسبه هذه طبعا هنا قاعد اتحدث عن وثائق اللي هي معنونه الى او كانت بغرفه العمليات. اللي بعدها نتابع طبعا في هذه ايضا نفس الخاصه بالعينات واللي هي طبعا جاءت بالنسب المرتفعه. بعدها طيب طيب هذه في الفقرة ما جاء بالفقرة من محضر عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعقد تغطيات على نفقة الشركة النفطية. طبعا هو شان كل الموضوع وما بي إلى أنه هنالك من شكاوى خاصة من قبل بعض المواطنين بأنه هذه المياه اللي موجودة هي غير صالحة للاستعمال وفيها الكثير من الإخفاقات اللي كانت طبعا موجودة بها مثل ما تابعنا احنا بالوثائق اللي موجودة. نشوف اللي بعدها طبعا هذه أيضا وصولات الخاصة بتسليم العينات. بعدها شوف هذه طبعا هنا فحوصات مياه النهر في ناحية البطحاء، طبعا هي في ناحية البطحاء وأيضا ناحية السيد دخيل قبل المذاب المجاري، مذاب المجاري، مأخذ فدك، المشروع القديم، هذه كل النسب اللي موجودة به كلها تشير إلى كوارث بيئية ما شاء الله. بعدها طيب طبعا فقط تاريخها 16/9، لا بعدها هي هاي الورقة اللي اريدها ماكو زين. بعدها بعدها طيب تم التداول مع السادة المذكورين واللي هم طبعا كانوا من ضمن اللي تحدثنا عنهم، وهي يتم صرف مياه يتم تصريف مياه الصرف الصحي لناحية البطحاء مباشرة طبعا على نهر الفرات، ثانيا عدم وجود وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي في تصريفها على النهر. من خلال الاطلاع المباشر على موقع التصريف وجد بأنه قريب من مأخذ مياه الإسالة. أربعة عدم تعاون المواطنين والأهالي مع الجهات الخدمية، حيث وجد أن هنالك تجاوزات عديدة على شبكات الصرف الصحي وما الإسالة والمعالجة، وهذا من الأشياء الجيدة إلى أنه طبعا ذكرت فيه المعالجة ليست فقط تشخيص السلبية، المعالجة هي إنشاء خط نقل في ناحية البطحاء لغرض تحويل مياه الصرف الصحي، وطبعا من ضمنها أيضا زيادة الإطلاقات المائية كري وتنظيف النهر، التوصيات الإسراع بتنفيذ المشروع خط النقل لناحية البطحاء وأيضا زيادة الإطلاقات المائية. ما جاء في الفقرة ثالثا وطبعا اللي كانت هي المحضر الخاص بغرفة العمليات، أيضا هنالك من معالجات لهذا الموضوع، طبعا كان إنشاء وحدات معالجة على نهاية شبكة الصرف الصحي، زيادة الطلاقات المائية، كري وتنظيف. المحور الثاني مشكلة تلوث مياه ناحية البطحاء، وهذا اللي هو الأسوأ
بتاريخ 17/9/2018 تم عقد اجتماع في تمام الساعة 9 صباحا في مقر مديرية ناحية البطحاوة بحضور السادة المدرجة أسمائهم أدناه: السيد حميد غالي عبد الله، السيد عدي سعد سعود، السيد طبعا عضو مجلس الناحية مسؤول المضخة المجاري، وجاء فيها المحور الأول موضوع مشكلة التلوث في ناحية السيد دخيل وتم التباحث حوله. وكل هذه قاعد نتحدث عنها إحنا هي عبارة عن وثائق مباشرة تشير إلى أنه مياه الناصرية مهددة بأن تكون نسخة جديدة من مياه البصرة، عملية التسمم بهذه الطريقة. طبعا هو ليس هنا فقط، عندنا ملف أيضا بالمياه، وبيوم بنفس الحلقة راح نتحدث به. خلينا بداية طبعا أتحدث عن راح يكون مجموعة من الضيوف ويانا على الهواء مباشرة، لكن قبلها خلينا نشوف رأي أهالي ناحية السيد دخيل، واللي الحقيقة تحدثوا عن نقص في المياه وكمية التلوثات الموجودة. شكرا جزيلا طبعا للمربد على تزويتها دائما لنا بالمواد الفلمية، وطبعا التعاون ما بين قناة التغيير والمربد. خلينا نتابع. الله وكيلك معك اكس الوين، هاي وحدة محافظ لا يطلع مجلس البلد، طلعوا شافوا الماء ماكي، قل لك ماكو ماء، انا منين اجيب لك؟ زي المحافظ لا يطلع يشوف، لا يطلع يقول، والله العظيم من صار محافظ لحد الان ما شفنا ترى على شط ويانا. نشوف هذا طين، هذا طين نشرب منه، من هناك مسدود علينا، من هناك مسدود علينا. الجماعه اخذوا فلوسهم ومشوا، كل واحد كرف ترس يوبه ومشوا، طلعت لانها تتفرج علينا. طبعا فقط قبل ما ابدي ارحب بضيوفي، كان عندنا مجموعه اتصالات بالساده المسؤولين في الحقيقه الامانه العامه وفي هذه الدائره تحديدا، ومن ضمنهم السيد احسان العلاق. حقيقه اعتذر، قال انا ما مطلع على التقرير. وبعدها طبعا كان عندنا حديث مع المهندس عماد وايضا اعتذر. كان عندنا ايضا السيد محمد هاشم الصور الحقيقة، والرجل يعني ما أعرف أنكر شخصيته الحقيقية، قال مو أني بس إحنا متأكدين من عنده بالرقمة. وأيضا كان عندنا إحنا مجموعة اتصالات السيد محمد هاشم صالح مدير مجاري المحافظة، محافظة طبعا ذي قار، قال مو أني، فهاي حتى للأمانة الإعلامية. وحاولت بكل الوسائل مع فريق برنامج هاشتاغ بالعراقي أن نوصل إلى أحد من المسؤولين الموجودين في الأمانة العامة، الكل اعتذر وكأنما الموضوع هم ما يدرون به. لكن الحقيقة كنت أتمنى أن أحد يعودهم يجي على الهواء مباشرة ويانا، وعلى الأقل يوضح الصورة. أنا ما جاي أحاكم أحد، أنا أتحدث عن قضية خطيرة موجودة اليوم في محافظة أو في محافظة طبعا ذي قار، والتي هي قد تكون يعني بوادر لمشكلة أو كارثة بيئية ممكن تجي. كل اللي شفتوها الوثائق هي وثائق خاصة بقناة التغيير، واللي طبعا عرضتها على أحد الخبراء، وكان يشير إلى أنه كل الـ يعني الإشارات تدل على أنه الناصرية على شفا حفرة من أن تقع فريسة الخطر البيئي القادم. طبعا ليس هذا فقط، راح يكون عندنا مجموعه ملفات على هذا الموضوع، بس بالتالي احنا الحقيقه يمكن حتى نكون صريحين جدا الى انه شلون ممكن اليوم نقدر يعني الحل نلقى على اقل تقدير. وانا قلت لكم قبل الى انه احنا ما تكون عندنا وثائق، وثائقنا يعني اولا هي ليست تجاوزا على اي طرف، لكن هي حقيقه تكون يعني مباشرة على كل الموجودين، وهي سلطة رابعة لأن نملكها احنا بفعل طبعا كل الديباجات والقوانين الموجودة في العالم. سيد حسن وريوش عضو مجلس محافظة ذي قار، مرحبا بك سيد حسن. سيد حسن، يبدو انه الموضوع يعني في محافظة ذي قار يعني ما يحصل في البصرة ممكن يصير في ذي قار. ليش اليوم احنا عندكم هيك تلوث صاير؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد الامام الحسين عليه السلام في واقعه كربلاء. في ذي قار الوضع باعتقاد الشخصي انه لا يقل سوءا عن محافظه البصره، اذا من وجهه نظر الشخصيه ما كان يعني اصعب من وضع محافظه البصره. باعتبار محافظه ذي قار تقع على ذنائب حوض الفرات، والفرات الان
تاريخيا كان يصل الى شط العرب، اما الان فحدود محافظه ديقار باعتبار هناك سده قاطعه بين محافظه البصره ومحافظه ديقار. طيب. وكذلك ذنائب حوض الغراف، بالنتيجه الاطلاقات المائيه اللي موجوده اللي هي مقرره لمحافظه ديقار باعتقاد الشخصي انه ما جاي توصل خلال هذه الفترة، وبالنتيجة هناك جفاف يصل إلى أكثر من 92% بمناطق الأهوار، هناك يعني شحة مائية قاتلة أدت إلى هلاك كامل للثروة السمكية والحيوانية اللي موجودة في مناطق جنوب المحافظة. توقف لأغلب مشاريع يعني مجمعات المياه في سيد دخيل والإصلاح والنفود والحمار والشبايش. طيب. وبالنتيجة المياه اللي موجودة فضلا عن كونها هي مياه آسنة كل محطات الصرف الصحي في محافظة ديقار تطلق بالفرات وبالمصب العام اللي تروح المجمعات المياه اللي موجودة، هناك شحة مائية يعني قاتلة، وبالنتيجة طيب. هناك أمراض كثيرة جدا. ويعني طيب سيد حسن، هسه بناء على الشكوى المقدمه جت هذه اللجنه من الامانه العامه لمجلس الوزراء وتحدثت الى انه هي تريد توصل الى حل وياكم او تلقى على الاقل حل لما يحصل في محافظه ديقار، بالتالي هل اليوم احنا حقيقه نعاني وممكن ان تكون هي يعني تكون ممكن خطر اليوم على هذه المحافظه؟ نعم، يعني حتى نكون واضحين، احنا حذرنا من خطر من هذا الخطر قبل أزمة البصرة. طيب. وناشدنا دولة رئيس الوزراء ووزارة الموارد المائية ووزارة البلديات بضرورة التحرك السريع قبل حلول كارثة في محافظة ديقار. اللجنة اللي جاءت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، احنا بلقائنا ويا دولة رئيس الوزراء تحدثنا بصراحة عن هذا الموضوع، وتم إصدار كتاب رسمي من قبل رئيس الوزراء بضرورة زيادة الإطلاقات المائية بالنسبة للمحافظة ديقار. ممتاز. للأسف الشديد هذا الـ هذا الـ هذا الـ الإجراء ما صار نهائيا، بل الحصة المقررة لمحافظة ديقار ما جاي توصل، هناك تجاوزات من محافظة المثنى والنجف والديوانية فضلا عن قلة الإطلاقات المائية وتجاوزات من محافظة واسط كذلك. طيب. وباعتقاد الشخصي أنه يعني هناك أزمة حقيقية موجودة بمحافظة ديقار، للأسف الشديد ما جاي يسلط الإعلام عليها وجاي تطلع للعلن بشكل واضح وجلي. طيب. نعم. سيد حسن، آخر سؤال، أكو بالكتاب اللي احنا شفناه إلى أنه هنالك مبلغ 89 مليار دينار وأسباب متطلبات الخاصة بقضاء سيد دخيل وناحية البطحاء، هاي ماليش؟ لأن الحقيقة مكتوب لاستكمال مشاريع منفذة من قبل الوزارات الأخرى والتخصيصات للوزارات كافة. والله أنا ما عندي علم يعني بهذا الكتاب. نعم. صار تخصيص بسيط، مبلغ بسيط لزيادة لإطالة مموصات مجمعات المياه بالنسبة لوزارة البلديات والإسكان. طيب. وهذا مبلغ بسيط غير كافي، يعني هذا عبارة عن حلول ترقيعية، أما ما حصلناه يعني من لقائنا ويا رئيس الوزراء فما موجود في استثناء مشروع ماء الإصلاح الشبايش اللي هو مشروع متلكئ تم المباشرة به يخدم سيد دخيل والفود والحمار وتشبايش، ولكن للأسف الشديد يعني الشركة متلكة ولحد هذه اللحظة رغم مناشداتها الكثيرة. طيب جيد، شكرا جزيلا سيد حسن وريوش عضو مجلس محافظة ذيقار. طبعا فقط أنوه مرة أخرى إلى أن هذه الوثائق خاصة فقط بقناة التغيير وبرنامج هاشتاك بالعراقي. ويانا على الهواء مباشرة النائب الأول لمحافظ محافظة ذيقار السيد عادل الدخيلي. مرحبا بك سيد عادل. اهلا وسهلا ومرحبا. خليني ابدي من السؤال اللي طرحته على السيد حسن، 89 نعم. مليار عندكم مبلغ متاخر، وهذا اللي خلى اللجنه اللي جايه من الامانه العامه مجلس الوزراء، يعني كان اول فقره بالتقرير اللي عرضناه الى انه 89 نعم. مليار مع المحافظ، شو ليش انها 89 مليار؟ مع المحافظ شلون يعني؟ يعني هو اكو لقاء تم مع السيد المحافظ يحيى محمد باقر الناصري. الاستفسار عن المبالغ المخصصة للمحافظة والبالغة 89 مليار وأسبابها ومتطلبات الخاصة بقضاء سيد دخيل وناحية البطحاء ضمن خطة العمل، حيث بين أن هذه المبالغ لاستكمال مشاريع منفذة من قبل وزارات الأخرى. 89 يعني هي ليا مشاريع، هي مشاريع المياه، صرف الصحي، شنو؟ نعم عندنا نعم. تحية لك ولا شكرا جزيلا لك. ابتداء عندنا مشروعين، أهم مشروعين في محافظة ديقار هو مشروع ماء الإصلاح، وعندنا مشكلة في البطحاء هو مشكلة المياه الصرف الصحي اللي ترمى داخل النهر، وهذه المشكلة حقيقة يعني أدت إلى مضاعفات كثيرة في المدينة، ولدينا أشكالات ومتابعات لهذا الموضوع، وخصص مبلغ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
فقط خصص مبلغ وبكتاب رسمي لحد الان اللجنه الاقتصاديه اللي او لجنه برئاسه وكيل وزير البلديات والاشغال لحد الان لم تكمل اي اجراءات بالنسبه لمشروع مجاري البطحاء. هذا المشروع مهم واحنا جايين نتابعه اول باول وفيه كثير من التلكؤات، وهذا المشروع يعني بحاجه الى ان يرفع المياه الموجوده بالصرف الصحي، ترفع الان عن 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 البطحاء اللي لدينا حالات كثيره من امراض سرطانيه واصابات جلديه نتيجه للتلوث الموجود فينا. الجانب الاخر مشروع ماء الاصلاح الكبير الذي اصبح حقيقه مشكله كبيره في محافظه ذيقار نتيجه لتلكؤ الشركه وعملها المستمر المتلكئ وعدم قدره الوزاره، هو مشروع وزاري بالمتابعه بشكل صحيح، بالتالي اليوم هو المشروع مستمر وحقيقه لا يرتقي الى مستوى طموح المحافظه بالعمل، عمل فيه بطيء جدا وفيه كثير من الاشكالات. واتصور يعني استاذ حسن احد اخواننا اعضاء مجلس المحافظه المحترم اللي كان يتابع بشكل دقيق هذا الموضوع، ويعني اشار الى انه مشكله كبيره في 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 مشروع الماء الاصلاح اللي يربط سيد الخيل ويغذي جزء من الشبايش وجزء من الفود والحمار، وبالتالي هذه المشكله اصبحت حقيقه مشكله كبيره. اليوم احنا نتحدث عن موضوع مياه ونتحدث عن موضوع من المعيب جدا انه نتحدث بهذا الموضوع بظرف بهذا الظرف. اليوم محافظه ذيقار ليس لديها اي مشروع ماء لا فلورا. طيب سيد عادل خليني بس اكون صريح وياك حضرتك اذا تسمح لي. لا بس خليني اسالك سؤال هذا بس الله يرضى عليك. غير اكمل الصوره واضحه حتى تفهم مني. طيب كمل تفضل. اقول اليوم لدينا مشكله كبيره في المياه، هو من المعيب جدا انه محافظه بحجم محافظه ذيقار اللي تعد رابع محافظه بالعراق مشاريعها من 2007 الى 2006 فيها كثير من الاشكالات ومتلكئه، وخاطبنا وتابعنا الامانه العامه المخط سيد رئيس الأمان العام المجلس الوزراء سيد رئيس الوزراء بزيارة لمحافظة ذيقار، أكدنا على أنه من الضروري جدا ولا الأولويات هو المياه ومشاريع الصرف الصحي. يا سيد الفاضل صرفت مليارات بمشاريع وهمية ومشاريع غير صحيحة في الفترة السابقة، من المحاسب عنها من 2007 إلى أن اليوم إحنا ب 2017 وقعنا على يعني اليوم إحنا على مشارف مشاكل كبيرة هي تلكؤات المشاريع السابقة ومشاكل الصرف الصحي ومشاكل المياه. هل من المعقول مشاريع المياه اليوم تعالج بالجباية اليومية اللي جاي تاخذ الدوائر؟ إضافة إلى سياسة إدارة الدوائر اللي جاي يديرها كل دائرة تدار بالسياسة الخاطئة من قبل الوزارة وإجراءات خاطئة، حقيقة جملة مشاكل اليوم. من الحديث نتحدث عن الماء، نتحدث عن مشروع مخزي، عن موضوع مخزي ومعيب جدا. نحن الأمام أمام جمهورنا، وجمهورنا حقيقة أحرجنا مع الحكومة المركزية بإجراءاتها البائسة وإجراءاتها اللي لا ترتقي إلى مستوى حجم التحديات الموجودة. طيب سؤالي هسه بس يعني حضرتك اليوم أنت نائب الأول وأمام جمهورك تتحدث ويعني حقيقة للثقة العالية هم قاموا يعني بانتخابك على أقل تقدير، لكن بالتالي هل اليوم ممكن نقول إلى أنه الناصرية ستكون بعد البصرة في حالات التسمم هي مهددة اليوم؟ أنا عندي يعني الوثائق تقول لا يعني 100% راح تكون، بس أنا أسمع من حضرتك وأنت مسؤول في المحافظة وحكومة محلية. سيد الفاضل نحن يوميا نأخذ نتائج فحص يومي جي. وأسبوعي وشهري، وهذه النتائج تؤخذ من مشاريع المياه، من مصادر المياه المشروع الأساسي، ومن البيوت، ونأخذ من المجمعات. بالتالي نحن متابعين بشكل دقيق. كان المفروض في محافظة ذيقار تكون أسوأ من البصرة لولا المتابعات المستمرة من قبل الإدارة المحلية وفريقنا اللي يشتغلوا يعني لي فترة طويلة اللي هو اليوم جاي يتابع لهاللحظة هاي هالدقيقة هاي. أنا قبل 5 دقائق كنت في مجمع الشموخ لحد قبل خمس دقائق لأنه جاي نتابع الكلور وجاي نتابع نسبة الشب والكلور والنتائج اللي تطلع. طيب. بس يا سيدي الفاضل مشاريع المياه اليوم هي مشاريع منهارة، مشاريع انتهى وقتها، هي مشاريع صالحة سنوات طويلة اليوم ما تعمل بطاقتها الإنتاجية الحقيقية، إضافة إلى الكبر السكان المدينة كبرت بأكثر من يعني من ثلث عن قبل 3 سنوات قبل 10 سنوات ثلث عن قبل 10 سنوات. يا سيدي الفاضل من المسؤول عن هذا اليوم؟ هذا الموضوع موضوع حكومة مركزية والموضوع المفروض يناقش بشكل صحيح. أنتوا نقلتوا صلاحيات، تنقل الصلاحيات بشكل كامل وبالتالي الصلاحيات الإدارية والمالية من تكون بالمحافظة وبيها فلوس
تقدر تبني، تقدر تهيئ مشاريع. يعني من المعيب جدا يا اخي والله في القلب حرقه، من المعيب جدا نتحدث عن موضوع اسمه موضوع المياه ونحن في يعني في محافظه طيب. تقع عليها نهرين وعليها مظلوميه صحيح. بشكل كبير نتيجه لعدم قدره حقيقه الحكومه المركزيه من الايفاء بالتزاماتها تجاه المحافظه. احنا اليوم طيب. يعني الحكومه المركزيه ما مسؤوله، لان الجمهور جمهوري وبالشارع، وانا اتقابل وكل ساعه يتصل بي وكل ساعه يواجهني احد المواطنين والحكومه المركزيه ما معنيه بهذا الوضع، لانه تقفل ابوابها الساعه 3 وتبدا دوامها الساعه 8 الصبح، فبالتالي فهي غير معنيه. نعم. من المعيب جدا طيب. احنا في وجه سيد عادل، سيد عادل يعني ايضا من ضمن التفاصيل اليوم المشاريع القريبه خصوصا على المناطق اللي تكون قريبه من شركات النفط، يعني خصصت لها مبالغ، اليوم نتحدث عن 5 مليون دولار لكل مشروع تقريبا ومرصود لها، لكن غير منفذه، او انه هي التي تعاني اكثر الامرين من بقي المناطق الاخرى. هذا بالتالي اليوم هل ياخذ يعني بجانب الى انه لا تزال التخصيصات الماليه من الحكومه المركزيه هي غير متوفره، لان الحكومه المركزيه مثل ما صارت ببصره قالت انا اعطيت فلوس بس ما نفذت مشاريع. لا انت تحكي على مشاريع المنافع الاجتماعيه للشركات النفطيه، هذه المشاريع مشاريع مخصصه لمناطق داخل الحقل ومناطق قريبه من الحقل. هذه المناطق اليوم تعيش الامرين نتيجه للتلوث البيئي وتلوث المياه بالتالي 5% هاي اللي نحكي عنها مشاريع يعني عدت من قبل الشركات النفطيه من قبل وزاره النفط، ولحد الان هي ايضا مشاكل في الاجراءات ومشاكل في اليه الصرف، الى انه يعني هي معده وهذه قريبه يعني يعني للتنفيذ، ولكن هي حقيقة الروتين أيضا عطلها وأصبحت مشكلة في آليات التنفيذ ومشكلة كبيرة في المتابعات. وأخي الفاضل اليوم أتحدث عن موضوع يعني من المعيب جدا إنه نحكي بموضوع اسم المياه في محافظة هي فيها نهرين، وتدري أنت حجم التحديات الموجودة في محافظة ذي قرن. تدري أنت إحنا بالناصرية وصل نسبة مايل الفرات إلى 30 متر مكعب، وعبرنا الأزمة بجهود الفريق الموجود جوا داخل المحافظه، حفرنا ابار وبدانا بحفر ونصب منظومات مياه تحليه من المنظمات الانسانيه، وبدانا بجمله اجراءات هذه المتابعات. حقيقه هذه المتابعات كانت متابعات يعني طوارئ، بحاجه طوارئ. اليوم طلعت المبالغ عندنا، وطلعت نتكلم عن تقشف مالي، وبالتالي طلعت المبالغ تصرف وفتحت التعيينات وين هذا الحكي كان قبل 4 سنوات؟ وين هذا الحكي كان قبل 3 سنوات؟ زين هذا الحكي اللي قاعد تقول عليه حقيقه اليوم الحكومه المركزيه هو هذا تتحدث به، وين كان ترمي الكره في ملعب الحكومه المحليه، لانه هي لم تكن تستطيع بيد ان تدير ممكن هذه المشاريع وتكون بيدها. يعني هذا وين الحكومه؟ بالتالي اقول 3 سنوات انا صار لي نائب محافظ، لم تصل للمحافظة أي موازنة وأي مبلغ، وأنا مسؤول عن كلامي أمامك، لم تصل للمحافظة أي مبلغ، ليش تشتغل أنت؟ 3 سنوات بدون مبالغ، وبالتالي هسه تطلع لك مبالغ وتطلع تصرف أموال وتصرف تعيينات، وين كانت هذا؟ من المسؤول عنها؟ احنا يعني كأن ما صرنا تبش الفداء للحكومة المركزية على مود تبقى المناصب للأحزاب ويبقون كل واحد أحدهم ينصب الآخر وأحدهم يرمي التهمة على الآخر. من المعيب جدا يا أخي، عيب هذا شعبنا وناسنا وجمهورنا، واليوم احنا التواجه مستمر لحل المرة، يعني الناس شرفاء وتتكلم عن موضوع ما يصرف صحي، ما حدث عن تتحدث عن مواضيع مترفة والحديث عن لأبناء المحافظة. احنا اليوم في بوجه الشارع، احنا اليوم بالوجه من المسؤول عن رئيس الوزراء بغداد، من يوصل يقدر يوصل بغداد يظهر بغداد يظهر علي ويحكي ويريد حقه مني، وانا اقعد ببغداد ايام وساعات وارجع بمن بمشكله التقشف وما عندنا والمبالغ ما موجوده ونمر بظرف صعب، وبين ليله وضحاها تطلع طيب. مبالغ وتطلع تعيينات وتطلع فلوس وتطلع، وهذه بحاجه طلع عندنا فلوس وما ندري. سيد عادل عندنا فلوس وما ندري شو طلع، نحن الغشمه يعني ظاهر احنا شو اسمه. طيب سيد عادل الدخيلي النائب الاول لمحافظ ذي قار، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا فقط اشير الى انه السيد احمد طالب مدير محافظه ذي قار، الحقيقه يعني اتصلت فيه قبل برنامج وقلت له ممكن راح تكون على الهواء مباشره، رجل يعني حقيقه حبذ جدا، لكن لحد الان احنا نتصل به يعني لكن مدى نلقاها يعني مدى يحصل التليفون مالته. على العموم طبعا فقط اشير الى انه كل الوثائق الموجوده عندنا هي اليوم هي يعني خاصه بقناه التغيير، وارجع واقول الى انه كل هذه النسب اللي كانت موجوده ضمن اوراق الفحص ضمن
الحقيقة الوثائق اللي موجودة والتقرير الأخير هو بمجموعة من الأشخاص اللي هم كانوا موجودين ومن ضمنهم طبعا بعض الأشخاص اللي كانوا هم بتماس مباشر من قبل هذه اللجنة. أعيد القصة بطريقة سريعة، تم تسجيل شكوى من قبل محافظة ذي قار، وذهب مجموعة من وفد طبعا لجنة هي تم تشكيلها من السيد عبد الحسن ماشاف مشاور قانوني، السيد عماد سجاد مظفر مهندس، وطبعا السيد يوسف عادل جعفر رئيس ملاحظين. والوفد المشار إليه قام بزيارة ميدانية لمحافظة ذي قار يوم الأحد الموافق 16/9، يعني يوم الأحد الفات 16/9 كان عنده لقاء مع السيد المحافظ. بعدها طبعا كان في تمام الساعة 12 الظهر تم عقد اجتماع مع السادة المدرجة اسماء ومدنا مدير المجاري، مدير ماء ذي قار، مدير ماء سيد دخيل، مدير بيئة ذي قار. طبعا بمناسبة من ضمن الأسماء اللي راح أذكرها حتى ما أشخص بالمباشر، المهندس محمد هاشم صالح، المهندس أحمد طالب عبد، المهندس عدنان خلف رحم، المهندس صلاح فيصل. واحد من عندهم اتصلت بي فإذا أقول له إلى أنه القضية بهذه الطريقة كانت بالجانب كلها اللي أدنا نحكي بيها، وش تسألني هو يا اجتماع وين صارت بيا دائرة هي زين بيا ساعة. فقلت الأستاذ العزيز أنا ما حاضر ياكم الاجتماع، أنا عندي وثيقة وأريد تجاوبني عليها، شو مدريني أنا عايش وياكم، مهندس أنا إعلام مو مهم الموضوع. فبالتالي هذا حتى لا يكون أكو تنصل عن المسؤولية. إضافة إلى أنه السيد محمد هشام أرجع وأقول صالح مدير مجاري ذي قار وحصلنا تليفونه بصفة مباشرة وأنا حكيت يا بصفة مباشرة، نكر الرجل شخصيته قال لا مو أنا، يا أنت مدير مجاري لا مو مدير مجاري، أما علم قبل قلت لسادته قال لي. فزين من عندنا سيد محسن مدير دائرة بيئة ذي قار، تفضل. مرحبا سيد محسن، حياكم الله استاذ العزيز. اهلا استاذ العزيز، ايش صار عندكم بالناصريه؟ امان العامه جاي عندكم، اللجنه مسوي تحليل، الوضع عندكم في خطر الحقيقه يعني. الله يحفظك، شكرا جزيلا لقناتكم الموقره، وشكرا لحضرتك على هذا اللقاء وتحت الفرصه لنا الحديث عن ما تمر به محافظه ذي قار من ازمه جفاف فيما يخص المياه. انا فقط حبيت انه انوه ان الاجتماع اللي حصل في دائره المجاري مع لجنة الأمان العامة المجهزرة حضرها الأستاذ صلاح فيصل مدير البيئة الحضرية، وهو أحد مدراء شعبة مديرية بيئة ذي قار، وأنا كنت في موفد إلى دائرة الجنوبية في البصرة، كان لدينا اجتماع مع السيد مدير العام هناك، فلم أحضر هذا الاجتماع ولكن نحن متواصلين ولدينا تصور. قصدك المهندس صلاح فيصل جاسم مدير بيئة ذي قار؟ نعم. لا لا، هو مدير شعبة، أنا مدير بيئة ذي قار، فقد تكلفت نيابة عني لأن أنا كنت إلى دائرة. هو تسلسل 9 بالتقرير إن شاء الله. صراحة إن الوضع اللي تمر به محافظة ذي قار من أزمة مياه أزمة شديدة جدا للأسف الشديد، هو في كل صيف تمر هذه المحافظات الجنوبية وبالأخص محافظة ذي قار بأزمة مياه، بأزمة جفاف حادة جدا تؤثر بشكل أو بآخر على المواطنين من ناحية شحة المياه وتأثيراتها واستخداماتها المباشرة. بالتأكيد نحن كدائرة بيئة نقوم بعمليات إجراء فحوصات يومية ودورية للمياه في المصادر المائية في نهري الغراف والفرات لمعرفة نسب التلوث وما آلت عليه عملية شحة المياه. كل ما تزداد عملية شحة المياه وازدياد تصريف بعض محطات المجاري وبعض مياه البزل إلى الأنهر بالتأكيد سوف تزداد نسبة التلوث في هذه الأنهر. فيما يخص المشاريع والمجمعات المائية فهي من اختصاص مراقبتها من اختصاص دائرة صحة ذي قار، كون المياه يعتبر مادة غذائية نحن نقوم بمراقبة المصادر المائية. الأكثر المناطق المتأثرة بشحة الجفاف هي مناطق الأهوار وبالأخص الأهوار الوسطى، أهوار الشبايش وأهوار الحمار الغربي، مما أدى إلى اشتعال حرائق نشوف حرائق في تلك المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة شحة المياه. نقوم نحن بإجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمصادر المائية نهري الفرات والغراف. نعم هناك نسبة زيادة في التربيديتي في العقورة الموجودة في المياه، لذلك المحافظة تحتاج إلى أستاذ محسن بس إذا تسمح لي، يعني بالنسبة للتي يو آر النسبة هي لازم مفروض ما تزيد عن 5 سجلت ب40.7، يعني مو زيادة بسيطة، زيادة كل شيء فيما يخص العقورة تي يو آر.
فيما يخص العكورة هناك نسب معينة المفروض هي ما تزداد عن نسب المحددة، الأنهر الآن فيها نسبة العكورة عالية جدا. تصريف عملية تصريف محطات المجاري وتصريف مياه البزل إلى النهر مباشرة بالتأكيد هذا راح يأثر. زين ليش ما عندنا اليوم محطات تصفية قبل ما تنزل للنهر؟ يعني هسه مياه المجاري قاعد تنزل مباشرة إلها، ليش ما يكون هنالك من محطات؟ أستاذ العزيز لا توجد في ليست في محافظة ذكار فقط وإنما لا توجد في يعني أغلب المحافظات. ليش ما عندنا؟ شلون كانت قبل؟ عاد هم كانت مباشرة إيش تنزل مياه المجاري؟ بالتأكيد. نعم ليش بينت هسه؟ مباشرة بس إحنا من خلال ضغوطاتنا على دائرة المجاري وكتبنا وتقاريرنا اللي ترسل للمحافظة والوزارة شهريا بهذا الخصوص ونحذر من عملية انه عمليه القاء المجاري في المياه مباشره بدون معالجه لها تاثيرات صحيه وبيئيه كبيره سواء كانت على الصحه العامه او على التنوع البيولوجي والتنوع الاحيائي الموجود في المياه. قاموا اداره مجاري بالتنسيق طبعا مع محافظه الذكار بالتنسيق مع منظمه اليونيسيف بتحويل مجموعه من محطات المجاري الى المصب العام، وهذا هو تخفيف من شده التلوث على نهر الفرات او نهر الغراف. نهر الغراف تقريبا لا توجد عليه محطات تصريف مجاري لأنه نحن متابعينها، ونهر الغراف هو 90% من محافظة الذكار تعتمد على مياه الشرب من نهر الغراف كونه فريش ووتر ونسبة الملوحة فيه تي دي اس قليلة جدا مقارنة بنهر الفرات الذي ترتفع فيه نسبة التي دي اس تصل إلى محافظة الذكار ما يقارب 2600 بي بي ام جزء في المليون، وتزداد كلما زاد عمل النهر في محافظة الذكار وصولا الى تشباي تصل الى 2800-3000 تقريبا بي بي ام. هذه الفحوصات الاخيره اللي دارتنا على نهر الغراف والفرات. طيب هسه ما كلف به هذه اللجنه اللي يعني كانت الحقيقه من الامانه العامه مجلس الوزراء، شنو الاجراءات اللي راح تكون؟ مع العلم هو في التقرير هنالك من توصيات، والتوصيات الحقيقه كانت جيده، مكتوب توصيات ومعالجه، يعني كل الحلول هي موجوده بالنسبه لكم. هل اليوم تحتاجون الى ان يكون هنالك دعم من الحكومه المركزيه؟ هذه المشاريع ممكن تتنفذ قريبه لو راح ننتظر احنا لحد ما تصير مثل البصره وبعدين نبدا الاجراءات؟ استاذ العزيز نحن عندما نتكلم عن مياه الشرب وشحة المياه لها اتصال وتأثير مباشر على الصحة العامة، فلذلك طيب. أول المشاريع التي نفكر ونستطيع التفكير فيها في محافظة الذكار لو كنت أنا صاحب قرار هي وحدات المعالجة لمحطات المجاري طيب. وهذه المحطات هي ضرورية جدا بحيث تضمن أنه المياه المتخلفة من بعد هذه المحطات هي مياه مطابقة في مواصفاتها لنظام صيانة الأنهر العراقية. لذلك من أهم المشاريع التي يجب أن تفكر فيها الحكومة العراقية وهي جادة في التفكير في هذا الأمر هو إيجاد وحدات معالجة لمحطات المجاري قبل رميها إلى الأنهر. هناك تقنية أرخص بكثير من عملية المعالجة البيولوجية والكيميائية، هناك عملية الفاتة تكنولوجيا والمعالجة النباتية وهي رخيصة جدا ويمكن استخدامها لمعالجة المياه المجاري قبل طرحها إلى الأنهر أو الاستفادة منها في عمليات الري والزراعة لبعض المحاصيل، إلا أنه للأسف الشديد طرحت هذه الفكرة من قبلنا كدارة ومن قبل محافظة الذكار، وزارة البلديات رفضت هذه الطريقة كونها أنه غير مستخدمة في العراق، ولكن جميع دول العالم في إيطاليا في أستراليا في مصر في كثير من دول العالمية تستخدم عملية فوتوتكنولوجي وهي عملية استخدام نباتات في عملية تصفية محطات في عملية تصفية مياه المجاري، وهناك نباتات لديها كفاءة عالية جدا في عملية سحب الهف المتر المعادن الثقيلة من مياه المجاري، وبالتالي تصبح المياه صالحة للاستخدام الزراعي. هناك طرق وتقنيات أخرى أقل تكلفة من عملية وحدات المعالجة التي تكون باهظة في بعض الأحيان تصل إلى 100 مليار أو أكثر من 120 مليار للمحطات الكبرى. طيب سيد محسن عزيز مدير دائرة بيئة الذكار، شكرا جزيلا لحضرتك. وقلت لكم عن خلال هذه الحلقة اليوم يعني ملفاتنا ما شاء الله في محافظة بغداد، كان هناك الحقيقة أيضا مشكلة للمياه والتي ما كان يعني أكو عليها، ممكن السيد هسه ضيفنا طبعا السيد حكيم عبد الزهرة مدير إعلام أمانة بغداد راح يتحدثنا أكثر عن الموضوع، بس خلينا نشرحها بداية. كان هناك الكثير من الادعاءات او الكلام على انه هذه المحطات اللي موجوده اليوم في محافظه بغداد هي لا تستطيع ان تقدم الخدمات بصوره عامه، من ضمنها كان هنالك من الشكاوى من قبل
الأشخاص أو المواطنين الموجودين قريبين من منطقة الرستمية، وأيضا قطاعات الجيش والشرطة اللي كانت يم هذه المحطات الرستمية، كلها كانت تطلع بها أمراض، والأمراض طبعا حدث بما شئت، وطبعا أيضا تكون عندهم حرقة بالعيون وروائح وغازات. وأيضا كان هنالك من لجنة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطبعا كانت من الأمانة أمانة بغداد والمحافظة، وبعدين صارت لأمانة مجلس الوزراء وذهبوا إلى التحليل، وكان هنالك من أخذ أيضا عينات لكن لا حياة لمن تنادي. فبالتالي أيضا هذه وحدة من المشاكل، إضافة إلى أنه وإن شاء الله خلال الأيام الجاية أيضا راح يكون عندنا يعني حديث عنها، إلى أن المياه في محافظة بغداد أيضا عليها علامات استفهام، بها تلوث جزء والجزء الآخر ممكن يكون يعني بنوع من التفاصيل. أما بالنسبة لما تحدثوا في محافظة ذي قار، والحقيقة يمكن أن فاتني أن أسأل الأخوان اللي كانوا موجودين، إلى أنه أيضا هنالك من إشارات إلى أنه مادة كلور والشبه اللي يتم معالجة المياه بها هي في بعض الأحيان شحيحة وقد تسرق وقد لا يتم المعالجة بها. فلذلك أنا أتحدث بما أنه ممكن أن يقال، لو أكو وثيقة طلع وثيقة بهذا الموضوع، بس إن شاء الله طبعا يكون عندنا وثيقة عن هذا الموضوع، عن عمليات تزويد المحافظات بالكلور والشب، وإن شاء الله هذه أيضا تكون. لأن اليوم إحنا لما شفنا في البصرة وصلت عدد حالات التسمم إلى 70,000 أو 80,000 شخص، ومن ضمنهم بعض الأشخاص يعني الحقيقة كانت حالاتهم صعبة جدا، أتحدث اليوم عن شبح التسمم يعصف بمحافظة ذي قار، وهذا الملف اللي صارت عليه تظاهرات اليوم هي دعوة لأبناء ذي قار. وأنا أقول لكم هو مو بس حكي، بالوثائق راويتكم وضمن الأخوة المسؤولين في المحافظة، واللي كنت أتمنى أحد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتصل بينا مباشرة ونقدر نحكي وياه، بس الحقيقة لا السيد إحسان العلاق لا المهندس عماد لا أيضا الأخوة الموجودين هناك واحد بهم قدر أنه يكون يانا على الهواء مباشرة، والبعض اعتذر طبعا ونشكر طبعا أيضا اعتذاره بطريقة رائعة جدا، لكن بالتالي أيضا نحتاج إلى أن يكون هنالك من جهة التي هي أنيطت بها هذه المهمة أن تتحدث بهذه الطريقة. خلينا نرحب بالسيد حكيم عبد الزهرة مدير عام الإعلام في أمانة بغداد. مرحبا بك سيد حكيم. سيد حكيم الله يحفظك. سيد حكيم يعني مشروع مياه الرستمية أو اللي هناك اللي موجود، الحقيقة جتي مجموعة من الشكاوى من الجيش الشرطة السيطرات الموجودة وأيضا الأهالي، لأنه يعانون اليوم من ظهور أمراض جلدية، شعرهم ديوقع بصورة مكثفة، روائح، يعني أيضا حرقة في العين بسبب أنه يعني الأخوان في المحطة الرستمية يقول لك أنا ما شغل المحطة، لازم محطة زيدوا لياها، أكو مشروع ما بعد مشتغلين به. وضح لي الصورة سيد حكيم. يعني بالنسبة لموضوع الصرف الصحي في مدينة بغداد يعتمد على مجموعة خطوط، وهذه الخطوط تصل بالنتيجة إما إلى الرسمية حتى يتم معالجتها أو منطقة البعيثة ويتم معالجتها. فبالتالي يعني هذه الجهتين هي الجهات المسؤولة عن معالجة مياه الصرف الصحي. بالنسبة للرسمية، الرسمية فيها ثلاث مشاريع. مشروع الرسمية الأول والثاني والثالث. وهذه المشاريع بنيت عبر مراحل. يعني المشروع بني أول مشروع تم بناء أيام عبد الكريم قاسم، مشروع ثاني في السبعينات، والمشروع الثالث ما بعد 2003. فبالنتيجة هذه المشاريع الثلاثة تعمل بشكل جيد لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيته ومن بعد رمية في نهر دجلة. فإحنا حقيقة موضوع جهة الرصافة ومشروع الرسمية ما عندنا به مشكلة. لا عندنا مشكلة بالروائح ولا عندنا مشكلة بالتصفية، لكن عندنا في بعض المناطق عندنا فعلا أكو مشاكل بالروائح. مثلا على سبيل المثال محطة مياه الكاظمية، هاي فيها مشكلة بالروائح خصوصا عندما يتم تمريفها، يعني من تكون فارغة ويعني مثل ما يقول مصفرة تبدأ الروائح، فمن تكون فيها مياه الروائح تقل. وهذا موضوع يعني للأسف يفترض أنه يعالج من خلال المشروع. إحنا الآن
يعني مقدمين مشروع في الوقت الحاضر. نأمل إن شاء الله طيب. يرى النور حتى يتم معالجة هذه المنطقة على سبيل المثال. طيب سيد حكيم، يعني اليوم عملية المعالجة والفحص للعينات الموجودة هو عملية توافقية ما بينكم وبين وزارة البيئة صح؟ يعني وزارة البيئة هي وزارة أشبه بالبرلمان. طيب. يعني جهة عندها معايير وعندها محددات بيئية، فهي يعني قوانينها ومحدداتها ملزمة على الوزارات والجهات المعنية أنه تلتزم وفق المعايير اللي تحددها البيئة. نعم. طيب بالتالي الار او يعني بالأمانة العامة مجلس الوزراء، يعني هي هل أصبحت اليوم هي الفيصل بموضوع التحليلات بالنسبة للمختبرية، لو لا تزال مختبرات أمانة بغداد هي اللي تقدر تحلل وتقدم التقارير الخاصة بها؟ أنا أتحدث حتى يعني هل هناك تقاطع بالموضوع وبعدين لو العادي سياق وماشي؟ يعني بالنسبة للأمانة العامة مجلس الوزراء هي جهة يعني نقول عليها الإدارية لرأس الوزراء، فبالتالي هذه الأمانة مشرفة ومتابعة لأعمال الوزارات. احنا بالنسبة علاقتنا مع الأمانة العامة، تدري احنا تبعيتنا للأمانة العامة مجلس الوزراء، صحيح. يعني احنا مو تبعيتنا للمحافظة ولا تبعيتنا مجلس المحافظة. طيب. احنا أمانة بغداد بدرجة وزارة وتابعين للأمانة العامة، صحيح، مجلس الوزراء. طيب اليوم التعاون ويا المحافظة جيد بهذا المجال، خصوصا بالنسبة للميدا نحكي عليه، عن المشاريع هذه اللي موجودة، لأن يعني أريد أنا أوضح فكرة. تفضل. الفكرة أنه أمانة بغداد استطاعت خلال السنوات السابقة أن تنجز مشاريع ما أنقذت بغداد من الشحة وأنقذت بغداد من موضوع مياه الصالحة للشرب. يعني احنا اليوم ننتج في بغداد 4.25 ملايين متر مكعب من الماء الصالح للشرب. اعتقد هذه الكمية تكفي لضعف سكان بغداد. لو احسننا التدبير ولو احسننا الترشيد، احنا يعني بلد ينتج بالاخص يعني ضمن حدود مدينة بغداد إنتاجنا من الماء الصالح للشرب الحقيقة كميات كبيرة، والدولة تتحمل 90% من كلف الإنتاج، و10% يتحملها المواطن، لكن لوجود كسورات ونضوحات وإسراف ولأن الماء رخيص، هذا الحقيقة يعني سبب جعلنا يعني إن عندنا نسبة إسراف بالماء الصالح للشرب. يعني الآن البلد يمر بظرف يعني غير طبيعي. نعم. يعني انخفاض مستوى المياه من المصادر ومن يعني، لكن الموارد المائيه قدروا يامنون يعني منسوب مياه يوصلنا الى داخل بغداد يعني الكميه نحتاجها يعني 27.5 ضمن حدود داخل مدينه بغداد في منطقه السراج. هذه الكميه الحقيقه مؤمنه. اكو نقطة، النقطة الثانية احنا مشاريع الماء في بغداد بعيدة عن التلوث، لان كل مشاريعنا لانتاج الماء هي شمال مدينة بغداد. فبالنتيجة هذه المناطق التي مآخذ الماء في الراجدية او سبع ابكار او المناطق الاخرى حقيقة مناطق جيدة كمآخذ ماء، لكن التلوث يصير في الوسط، وسط بغداد وجنوب بغداد. بالتالي مشاريعنا هي صارت في جنوب بغداد للمعالجة، سواء الرسمية أو مشروع يعني البعيثة. يعني المشروعين الآن هذه المشاريع، وأكيد هو هذه المشاريع غير كافية. يعني مثل ما حضرت في البداية ثالثي، يعني أساسا مشاريع الصرف الصحي في بغداد معالجتها المشاريع غير كافية، نحتاج لأن زادت عدد سكان مدينة بغداد، عندنا شبكات المي شبكات المجاري وشبكات المي زادت، خطوط المجاري زادت، فبالتالي نحتاج الى مشاريع جديده في يعني طيب. معالجه مياه الصرف الصحي، ولكن اقول اما الماء فكميه الماء المنتج في بغداد
بكمية جيدة. يعني احنا ما حدث في البصرة للأسف شيء مؤسف. ما عندنا ان شاء الله في بغداد لإنتاجنا ومشاريعنا في الماء متقدمة في هذا المجال. طيب سيد حكيم، ايش قد نسبة الكلور اليوم موجودة بالماء في محافظة بغداد اذا تذكر؟ كمية الكلور تضاف على اساس واحد الكمية اللي نحتاجها واحد بالعشر ملايين او كذا، هاي النسبة. احنا اللي نستخدم اربعة، فبالنتيجة كمية الكلور كافية. يعني حتى المناطق اللي فيها تجاوزات، يعني سؤالك جيد، يعني احنا مرات المناطق تدري الماء المنتج وفق المواصفات الدولية صح، ولكن احنا مرات بالشبكات عندنا تجاوز على الشبكة. بغداد مشكلتها كثرة التجاوزات. طيب هذه التجاوزات اكيد راح تسبب الى يعني خلط الماء. لان هسه بعض المناطق سيد حكيم سجلت نسبة الكلور صفر، مع العلم هي 0.3 إلى 5، يعني تقول 4 جيد، بس في بعض المناطق تم تسجيلها مختبريا بانه هي نسبة الكلور صفر، فهذا هل هذا بسبب التجاوزات لو بسبب عدم تزويدها بالنسب؟ لا، هاي اذا فيها الكلور صفر يعني معناتها منطقة ملوثة. يعني معناتها هذا مو ماء صالح. احنا يعني احيانا المنطقه، احنا بالمناسبه العينات يوميا ناخذ عشرات المناطق يوميا، يعني الماء قبل ما ينتج في داخل المشروع او في داخل المكان لانتاج الماء تاخذ كميات، يعني 100% هنا ما عندنا اشكال في الانتاج. لكن حضرتك تقول مثلا الاشكال في للمستخدم، يعني الواصل للبيت. طيب هذا الموضوع ممكن من تجينا شكوى نروح هل الاشكاليه مثلا بالشبكه لو مثلا بالبيت احيانا يصير تداخل بسبب اكو مشكله. طيب مشكله في مكان معين، هاي تعالج المشكله. طيب سيد حكيم عبد الزهره، مدير العام للاعلام والعلاقات في اماره بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك. بالتالي خلي يمكن ما عندي الان وقت ما بقى، فقط ممكن أشير إلى جانب معين وهو ضروري جدا نتحدث به اليوم. ما قلت في بداية الحلقة إلى أنه محافظة ذي قار ستكون بعد البصرة، نلتقي بعد أيام ونشوف راح يصير لو ما صار. أنا ما أتمناها، بس الأوراق والوثائق اللي عندي اليوم تشير إلى أنه الناصرية بعد البصرة في التسمم بالمياه. نلتقي دائما على خير. هاشتاق بالعراق انتهى. إلى اللقاء.